الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، بنرد رزدار خوش كبره تهجا هشتا امدگل بابات خو چند وصيتك بدا خاص كريد ظانين وعلمي ما بحسي هنده كر كفضل علمي قلا قلاك مظنى لدف رب العالمين عز وجل وهيبتا علمي جي قلا قلاك يا مظنى لدف رب العالمين عز وجل اوجد الدرس ابوري دا ابرو كاك خد تعالى حزب كده بحسي هنده كين وقت مرو في ظانين وعلمي شرعي والقرد مرو في بصرمان دفيد في ظانيني في ظانيني وفي علمي شرعي بجهينت ناچه بد بجت همه دهیل مل دفخو و اس وکید بجن ناجهینم چونکو رب العالمین عز و جل امر ما یکری ام حقیه بجهین نئی کدو رب العالمین عز و جل بجت و تواصو بالحق رب العالمین عز و جل عهد و میثاقش زانا و علماء اول گرتین کو او زانین و علمین ایش عالم بدنو نبرزکن و اذا اخذ الله میثاق الذین اوتو الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه رب العالمين عز وجل شمرو في قبيلنا قد وقت زاني نقزاني في زاني نبهل تلدفخو هروس رب العالمين عز وجل نشامدة تدبشت ما قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين رب العالمين عز وجل قدر يدايا تبلغ ديني قدر يدايا قهندن وظانيني وعلمي بو عالمي وبو خلقي قدر وقيمت يدايا في تشتي افتشتا بهاك قلا قلا كي قرانت قران يصنقان دي رب العالمين عز وجل اذا مروا بصرمان جفت في قدر وقيمتي بداتا هندي كو ظانين وعلمي شرعي بجهن تعالمي حرص رب العالمين عز وجل بيشتما ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين اره کش وی باشتر هیا وی چاکتر هیا شوی قنشتر هیا و من احسن قولا من دعا اوی کو گازیه بکت بو دین رب العالمین عز و جل بو زانین و علم شرعی بو قرآن بو سنت پیغمبر خود صلی الله علیه و سلم کش وی بقدر و قیمت و بهاتر هیا لدف خود تعالی ابدا کسلا من دعا الى الله على بصیر من دعا الى الله کش وی بقدر ابد کش وی بقدر و قیمت نیل دف رب العالمین وعمل صالحا ساكي شرط شرط داعي أبايا شرط في مرو في غازيكر أبايا أو كاري وعملي في أخفني بكاتو بفي دعوية بكاتيا أو بغازيكر تعالمي ناچه بتما تشتكي بيجت بري عالمي بدتا قنجي و أبخوش أهل خرابي بد بري عالمي بدتا ظانين وعلم شرعي وعوش أهل جهارة بد بري عالمي بدتا ديانة بدتا روشت طازة و باك و أوش مرو في روشت كريتو بيسو خراب بد ابدا ناچه بد چونکو مروو داعی اخفناش دوی درد که بد و دگل عملیوی و دگل اکو دو بگنجن و من احسن قولا بمن دعا الى الله گوتي و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین هروسا او مروو گازی کر او مروو داعی بر عالم دته هدایت ریق رب العالمین عز و جل روشتو و اخلاقیات جوانو بخاک اسلوب طازة تعبد عبادة رب العالمين هاري كاريا خلقي او مرو ببري عالم الدتا فانتشتا وقت اكش خرابية تيتا لاي باشية بهاري كاريا في مرو في بهاري كاريا في غازي كري بهاري كاريا في داعي او في مرو في بخو جنجينك وخزينك غلا غلا كامازن حاضر كر لدف رب العالمين پیغمبر خود صلی الله علیه و سلم دبشتا علی ابن ابی طالب سمامی پیغمبری و کی بخاری و مسلم دوید گوه هزن صحیح خودا گوتی پیغمبری خود صلی الله علیه و سلم گوتا من لئی یهدی الله بیک رجولا واحدا خیر لک من ای یکون لک حمر نعم هگی رب العالمین عز و جل هدایتا اکمرو ببتنه السر دستیتا بدد اما پیغمبری خود دبشتا علی ابن ابی طالب بوتا گلا گلا باشترا و چیترا شندک و حشتريت صورته هابن يعني مالو و بيري دنياي چنا اينت المقابل هندي وقت رب العالمين عز وجل هداية مروفة كي بدت سردستيته إذن افا مهمكا قلق لكا بيروزة يا مقدسة لدف رب العالمين عز وجل بس قلق جارة مدفيت ام في مفهومي درست كين چكو قلق مروف خلت ادفي مفهومي ديهن قلق مروف خلت ادفي مفهومي ديهن
هدك بروف درابن ديوان احاديث او فان ايات بين اند بجن امج درابين دعويكي وانا فضيلك قال لك ام ظلم بروف دعوي بودين رب العالمين بكت واحتمال بجا دراب التجرؤ الى سلفته هيكت وطبعا مروفك النظانه في مروفه مروفك جاهله ظانين وتجهشنا شريعتي للدفنين قران علم قران وسنه الدفي مروفينين ودي بجتنا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو ايه اش ما بجهين ولو تبشي اياتك يجيب جهينيش من بجهينه بقول پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم ودبج وفعلا پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم ودبج بس اف مروف مروفك ينظانه او نظانيه كو تبلغ اياتك قران جهندنا اياتك قران جهندنا حديثك پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم ما چب تو بك الا پشتي تو تبجهي إلا تو بشتي التفسيرات قري لسا أخفنت علماء أو زناء بشتي تو شرح في حديث الظفري كان شروع كرنا في حديث الظفري كان علماء أو زناء شو قد يدر حقا في حديث هذا علماء أو زناء شو قد يدر حقا في آيات هذا و تدئيني براور كي ديال حديث دي درست وصحيح وديال أخفنت صحابية وديال أخفنت علماء و مروفة زناء كان أوان شوى اف حديثه فافير كريا وشروفه كريا وتطبيق كريا شنو كاتو دي بدرس صحيح تيجي حتى تو في مرحله نك يا ما تو بيجي ازراب مثلا حديثه كيف كيف اخو ما دي وكي از قلت بمدي شم جهي نم ديف تيجي اشنا اخو ماني اجي احتمال تو بيجي ماني اس عربيه دي هم قال لك كلمه تهين عربيه تو تناجي قال لك جمل تهين وقال لك تفسيرات تهين تو تناجي في تو محتاجي اخفنت زانا وعلماء تو اللي بزفري تقول لي زفري شنيكا دي افزانينو اف تيجاشنا زاني يا علمي دي الدفتة بيدابت اف رصيدة دي الدفتة بيدابت هنجي تحقي هي شنيكاتو بعالم ادفي تشتي بجهيني طبعا دعوة بفي زانيني قازي كرم في زانيني اف وظيفة بيغمبري الخدية وفا شرفك قلا 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 مظنة ومقصد بي ابايا مروف قازي كرنا عالم بكتبو اسلامي اب اخفنو وكرياري تخو بري خوب دي پیغمبر خود صلى الله عليه وسلم وكيد قال معاذ كوري جبل تاغبت خود جرازي بت وقت فرق لي يمن بو دعوي قلت تو دي ايه دف ملتك اف ملت اهل كتابا اولت تشتي غازيوان كي بي افا تو دي غازيوان كي بو توحيد فادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوك لذلك يعني هم دي قهداريات بو تشتيناكن بويت اشتناك نتشة اشتد ديف ده بتأولك أفمرو إذعاني بتوحيد بكن إذعاني لا إله إلا الله محمد رسول الله بكن شنيكا تودي چي بيجي بكن ويجا بكن ورجيا بكن وزكاة بدن وحج بكن هندي أفتشتا يدس بك نهات تشتد ديف ده نائب دعوة مرحلة الأهم فالمهم مروفة بصرمان برادبت قلت فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم نشوام دا أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث بشتي نجي قلت هاجر وانا قوه داريا تقربوا في تشتي بجي شنيكا تبرا نفيج نشوام مروا بدا هرسى البخاري فات قوهزش حديث عبد الله كري عمري قلت پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم قلت بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ابن قيم خد جرازي بدبجت هجر دعوة بدين رب العالمين عز وجل بلنترين وبشرفترين مقام بتمروف بربت وبقنشترين ومصترين جهبت لدف رب العالمين عز وجل أف دعوة بيدانابت إلا بظانين وعلم شرعي أبد كود فيت تدعوة في تشتيب كي بو عالم بو خلكي وقت أف علم الدفتنا بد تناشي دعوة بي بكي تشرسي تنينة تبشي دعوة بي بو عالم بو خلكي بكي كمال دعوة مروفي تمامية يا غازي كرنا مروفي بو عالم بو خلكي أبايا مروف جهتا درجة كبرس يا ظانين ويا علمي حتى بشي دعوة دعوة بريفة ببت وافتشت بيدانا بت إلا بوصيانك جل جلك مظن طريق دين رب العالمين ده وطريق علم وأذانين الشرعي ده طبعا وأبا بس وكي بن قيم خد جرازي بتبجت هجر أبا بتنجي الشرف بتبو علميها ما كافية بس علمية أف شرفة ورب العالمين عز وجل بقنجي أخو جلويت كت يويت فيت إذن السرهمي وامرو وأبتشين فيتشتبي كان واجبة وفرضة إش زانا
ومظنت بصرمانا وقازيكرا بودين رب العالمين عز وجل او دعويب كان بودين رب العالمين بس بشتي چتشتي بشتي مرحلة يا علمية درست بشتي افمروفا دجهتا وين مرحلة يا علمية بكيربت كوبش الدعوة بكت بودين رب العالمين. رب العالمين عز وجل قلت في غنبري اخو يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. تشتغل قالك جرينك بو طالب العلم بو يمرو في او دفت علمي وزانيني والجرت او وقت خوب بارزت او قالك شاري وقت خوبت او مرو في دفت علمي حصلكت وزانيني وتجهشتني حصلكت زانينو وتجهشتن بخويت كير فنائت بخويت ده ساعات ودوازه ساعات فنائت زانينو وعلم بوسائل التواصل فنائت زانينو علم بهندي فنائت جريانة وهضالة وكذا زانينو علم بمجاهدة وزحمة فتت بسعي فتت وصيانة فتت وأبا هميش شتشتت فيت بركات وقت برو في ذهبت فيت مرو فقط خوب بارزة تشياربت وقت مرو في بلاش نشت چونکو وقت بمروه طلب علمی و زانی نت کد گله گله که مهم و یه گرنگ ترمذی بعد گوهید سلانا خودش حدیث ابی برزه اسلمی گود پیغمبر خود صلی الله علیه و سلم گود لا تزول قدم عبد یعنی لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتی یسأل عن خمس بيت مروفي ضرباصنا بنروجي قيامة الدفر بالعالمين عز وجل حتى بسيارة بينش تشتاش مروفي نأيتا كرا قوتي يا أوليك عن عموره فيما أفناه تا عمري خود شدا بورانت وعن شبابه فيما أبلاه تا جحل ياخد شدا بيشكر ومن وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه و مال ويدا كان تشكيف إنا يوتا شدا صرف كريا وماذا عمل فيما علم و او زانين او زاني وي چاو عمل بفي زاني نكر باري خوب دي اوليكا عن عمره فيما افنا يعني عمر خو او مروفي چدا بورانت وقت خو چاو پارست يانجي بلاج بر صحباتش قصة بر بتشتت بمعنى بر يانجي بزانين و علمي و خاندنا پرتوكا و كتابا و رينش نخار الدف ما مستا و طلبا علمي شرعي و افانتشتا بورانت ابسيال افانتشتا هميا دش مروفي اتاكرن طبعا پیغمبر خود صلى الله عليه وسلم هروسط حديثه قد اغتنم خمسا قبل خمس پنج تشتا بخو پارزه بری پنج تشتا دی اتسرت دا بنخار شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك بری خوب دی اولی که قوتي جحلن يا خوب بخو استغلالك بری پیراتی بسرت دا بید ذاكرته وقتها باقش وقتها وكي امانه كسبيه الظلال باقش بخو بارزه وبردان كاخو تده محتاج بي بخو محاوله بك زانين والجره بخو محاوله بك زانين دنيا والجره بخو محاوله بك قرآن اجبرك بخو محاوله بك زانين علم شرعي بكت في بردان كاخو ده باقش وبجين ده صباحي ده بير بي ده بنافصال بچه اف بردان كده اشكي ده رجب ده تجيب بكير نايت نابت امانه كي والا و يباقش و يصافي هندی تشتا دکی اتی داده اینه در ده فقدان ذاکر الدف مروی پیدا بد ده جبیر کرین گلگ الدف مروی پیدا بد بس وقتی به جحیرینی آخو مروف بیردان که خود پارزد بوی تشتی رب العالمین عز و جل حجد کتو رب العالمین عز و جل مروی هال داد بوی تشتی کو زانین و علم شرعینه هنگه جحیرینی آخو ده وقت مروی استقلال کر بوی تشتی ده فایده که گلگ مازن جبیند وقتی خو هشیار بی بلاش نبه و اول تشت خاصة طالب علم شرعی اول تشت یه دست بید کت کو 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 خطوه دست بید که برف هنده کو ببتا زانا اف داخست کرده زانینه کو ببتا زانا اوه اف مروفه احتمامه که گله گله که مازم قرآن بدد قرآن بخوینت لاو دف ما مستحکی قرآن باش اتقان کت خانده ناوی گله گله یا گرنگه اوه پشتینگه محاوله بکت جبر بکت به قرآنه پشتی محاوله بکت تفسیر او بزاند بشتي هنجي محاولة بك شنكا تدرج بك علوم دية شرعي دا چنكو علمي زانيني علمي قرآني شرفترين وبقدر وقيمترين علم الدف رب العالمين عز وجل وابا همي چواد دس من ويفتن
بفارستنا وقتي بفارستنا وقتي وشعرت بجد والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع راز بجد بجد وقت قدرتين تشتا مروف محاولة بكت في تشتاقو بارزت يشخرب قدرتر وقته وشخرت اشتابتر شخرت اشتابتر اوى وقته شهميت اشتابتر زيكو شلبت مروفي درت كبت نامي تلدف مروفي وأراه أسهل ما عليك يضيع شبر هندشي مروفي بصلمان اهتمامك ومصن اف علمي وزاني ندت ووصيته چاري ويا گله گله که گرنگ اوه اف مروفه مروفه که خدا روشت بود اف مروفه داخست کره زانینه روشت اوی او علم و زانینه یا قرآن و یا سنت اولد گرد تأثیر روشت اوی بکد تأثیر السمت اوی بکد تأثیر السیما اوی بکد کارت کرنه جیان اوی یا روجانه دا بکد نمروفه که بود آخفنه توی بیرو باورت او کد بجت یل دف مهین جدا بنش افعال توی و روش توی و اخلاقی وینا چه بد ابدا چونکو مسترین سیمای مروو داخست کری زانینه داخست کری علم قرآن و سنت اویه روش تا که گله گله که پاک و یه پیروز و یه جوان و یه تازل دوی مرووی هبت روش توی ولدی وی بد او رب العالمین عز و جلت بشت و پیغمبر خود صلی الله علیه و سلمت بشت و اگر تو بیسح که حیات پیغمبر خود علیه صلی و سلم یا حسابو جیان پیغمبر خود و کی پسیاش روشته پیغمبری هات یکرنش عایشه دیگه ابو سلمانه یه چوابو گوتی کان خلقه القران روشته پیغمبری قران بو کانما کان قرانا یمشی بین الناس ابو سیما و سمت پیغمبری خود صلی الله علیه و سلم ام دعاش رب العالمین که رب العالمین علمی و زانینه و تگیاشن لف مهمیه پیدا کرد سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین